تعرف باسمك؟ دكتور احمد العفيف. بداية انا عايزك تعرفني الترمادول ده ايه المادة بتاعته؟ الترمادول هي المادة الفعالة، هي اصلا يعني مادة مسكنة وليها تأثير مخدر. استخدامها الاساسي كان في امراض السرطان وكده، كمسكن للناس اللي عندها الاورام. يعني في فرق ما بينه وبين التامول؟ لا، ما هو التامول ترامادول كلهم حاجة واحدة. ترامادول مش يعني ما يتصرفش من اي صيدلية، وليه نظام معين محدده وزارة الصحة، ان هو داخل جدول اول مخدرات. جدول اول مخدرات ده ليه روشته خاصه بيتكتب فيها ترامادول لوحده، وبيروح اللي بيصرفه من كان ممكن صيدليات الاسعاف او الصيدليات اللي هي جايبه جدول اول، وبياخد منه صوره البطاقه وبيسحب منه روشته ويديهوله. ففي بعض الاطباء بيكتبوا على الروشته العاديه فما ينفعش، في بعض الناس بيروح يطلبه بالبق ما ينفعش. فهو ليه نظام معين لازم الناس تبقى عارفه يعني طريقه صرفه ايه والحاله اللي تستحقه ايه، مش لاي حد. انما في ناس بتستخدمه استخدام سيء، يعني في مثلا بيستخدموه علشان مثلا يسهر ما ينامش، عشان حاجات تانية جنسيه، عشان يعني في استخدامات سيئه للدواء. انما الاستخدام الاساسي هو مسكن قوي للناس اللي عندها اورام، عندها الم قوي ومش مستجيب للمسكنات العاديه. وبالنسبه للحالات اللي بتجي لك، يعني بتكون مثلا مرضى ولا؟ الاغلبيه مش المرضى، يعني للاسف الاغلبيه مش المرضى، بس انا عامه مش داخل جدول اول مخدرات، فما بيبقاش عندي، مش كل الصيدليات داخل، يعني عدد محدود جدا اللي بيجيب. فدي المفروض تبقى معلومة عند الدكاترة تقولها للناس لما تكتب، وليه روشتة خاصة مش أي روشتة، مش الروشتة العادية. اختفى العلاج ده من الصيدليات، أغلب الصيدليات. لا، ما هو مش اختفى، ما زي ما قلت لحضرتك. تمام، هم يعتبر يعني ممكن يجيبوه، بس في بعض الصيدليات ليه نظام معين، يعني إيه مش أي حد يقدر يلتزم بيه أو يجيبه، فهو برضه بيبقى ساعات مشاكله أكتر من وجوده. تمام. يعني إيه فإيه بتبقى يعني أماكن معينة اللي بتجيب الجدول الأول المخدرات. الصادرات اللي فيها خدمه ليليه، صادرات الاسعاف، الصادرات الحكوميه، المستشفيات. طب لو اتكلمنا عن اضراره؟ اضراره اللي هو الاستخدام السيء، هو المفروض ان هو مسكن للالام قويه او لمرض خبيث. ففي ناس بتاخده بجرعات كمان عاليه عن الجرعات العاديه. ممكن بيدمر الجهاز العصبي مع الاستخدام لفتره طويله. لازم كلهم يبتدوا، يعني اللي بياخد بقاله فتره طويله يبتدي يتوجه لمكافحه الادمان. ما بياخدوش منهم، يعني ما فيش عليه اي مشكله. هو يعني ايه بيساعدوهم وبيقولوا لهم بالظبط ازاي يطلع منه، وبيديله ادويه معينه لغايه لما يخرجه منه، ومش ما بيبلغش شرطه ولا بيبلغ حد. فاتمنى من الشباب كلها اللي دخل في الموضوع ده ان هو يبتدي يتوجه لمعالجه الادمان ويخرج من القصه دي عشان الشباب ينتج يعني.